اليوم حنا في حصين التف المجتمع المدني مجموعة الجمعيات اليوم تسعود مع مجلس مقاطعة حصين باش نحتفلوا بهذا الحدث بعد الترسيم ديال السنة الأمازيغية. بعد ما كنا كنحتفلوا بالسنة الميلادية والسنة الهجرية، الآن كنحتفلوا بالسنة الأمازيغية، وهذا الحدث كيعني شيء واحد، هو أن المغرب كيحتفل والشعب المغربي كامل وراء صاحب الجلالة نصره الله كنحتفلوا بهذا الموروث الثقافي المتنوع من المغرب، من شمال المغرب حتى الجنوب دياله. واليوم نحن كمجتمع مدني كنجتمع على أساس أننا نكون يد واحدة وراء صاحب الجلالة، وهو الاحتفال، هو أن ما كاينش فرق لا بين أمازيغي ولا بين عربي. هنا هذا الجمع هذا هو احتفال بالمغرب اللي عنده تاريخ واللي عنده جذور اللي عنده أصول من القديم، وإن شاء الله غتكون هذه البداية، ومازال كنوجدوا باش تكون الدورة الثانية إن شاء الله. بالنسبة اليوم كما كتشاهدوا كاين محاضرة ندوة اللي غنناقشوا فيها هو الموروث الثقافي الأمازيغي، واللي غيكون بحضور مجموعة ديال الأساتذة اللي حاضرين هنا اللي غيحاضروا، وكذلك من بعدهم غيكون توقيع كتاب للصحفي جمال وجدو، كتاب هكذا غنى رويشة. من بعد غدا ان شاء الله غيكون معرض ديال المنتوجات الامازيغيه من مجموعه من المناطق المغربيه، ثم غيكون هناك سهره فنيه كبرى مع تكريم مجموعه من الاسماء الرائدين والرائدات في العمل الصحفي ولا العمل النضالي ديال الثقافة الأمازيغية. كان الموضوع ديالي حاولت ما أمكن ندير مقاربة للثقافة الأمازيغية وحالة العام أو السنة الأمازيغية من خلال تحليل فيما يخص علاقة الإنسان الأمازيغي أي إنسان شمال إفريقيا بصفة عامة مع الأرض، أي مع الفصول والاحتفال بالأحداث الفصولية من بينها رأس السنة الأمازيغية. وأشرت أيضا إلى غناء وثراء الثقافة الأمازيغية فيما يخص المعمار ونأخذ بعين مثلا صومعات الكتبية حسان وخيرالدة في إشبيلية، والفن فن الطهي فيما يخص طاجين كسكس تريا وإلى آخره، غير باش نعطي أنه غنى ديال الثقافة الأمازيغية والعلاقة ديالها مع الأرض وكل ما تنتجه الأرض. ومن هنا كيجي أسكوس أمازيغ لأن الناس كيحتفلوا به، لأن موسم فلاحي ديال الحرت مورا الحرت، وكاين عادة تما عادة ديال الرمان اللي كيضربوا على المحرات باش يكون العام زوين، وكيكون أكثرية فيما يخص النواحي ديال الأطلس المتوسط والمنحدرات حتى الجنوب الشرقي. كيكون الأكلة المفضلة ديك الليلة هي أكلة الكسكس، كسكس سبع خضاري، وتيقول لك هما في طبيعتهم وفي الأساطير اللي كل شيء ديك الليلة كيشبع وكل شيء كياكل حتى العصافير وحتى أولياء الله تياكلوا، حيت يكونوا ديك ديروا فوق الدار ولا فوق الخيمة واحد اللقمة ديال الكسكسو باش ياكلوا أولياء أو ياكلوا العصافير، لأن كيبشروا بداك العام، العام الفلاحي اللي كيتسمى إيد سكاس أمكاز أمينو، عنده أسماء كثيرة، واللي معروف عند عامة المغاربة هي حقوزة. حقوزة هذا كيتسمى العام الأمازيغي، هذا العام الأمازيغي اللي عنده التقويم هذا العام 1974 مبني على انه كان واحد الملك دار انقلاب ابيض عند الفراعنه وخدا الرئاسه ديال الفرعون قرون ولات العائله ديالو قبطه الفراعنه قرون، وكان العهد ديالو انه وصل حتى لفلسطين، والعهد ديالو كان مزدهر في مصر الفرعونيه وتنمرت.